إله واحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. إخوة الأحباء، صباح الخير ويوم مبارك لنا جميعا. نجتمع في بيت الله تعالى حول أمنا مريم العذراء لكي نرفع صلاتنا لله شكر على كل النعم والعطايا اللي قدمها من أجلنا. لكن دعونا في بداية الذبيحة المقدسة نطلب من الله الندامة عن خطايانا، عن ضعفنا البشري، نضع أمامه نياتنا وطلباتنا الخاصة فنكون أهلا لإقامة هذه الذبيحة المقدسة. نرفع صلاتنا بشكل خاص على كل النيات وكل اللقاءات اللي احنا عملناها اليوم، لا سيما من أجل كل أخويات الأردن وأخويات الزرقاء بشكل خاص. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم دائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. كيريا ليسون يا نبتهل إليك يا رب
كي يستعد المؤمنون للفصح استعدادا حثيثا، ولتكن مثمرة في نفوسهم إماتة الجسد التي أقبلوا عليها إقبالا جماعيا بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيي يملك معك باتحاد الروح القدس إلها إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من سفر حزقيال النبي. هكذا يقول الرب الإله: المنافق إذا تاب عن جميع خطاياه التي صنعها وحفظ جميع رسومي وأجر الحكم والعدل، فإنه يحيا حياة ولا يموت، جميع معاصيه التي صنعها لا تذكر له، وببره الذي صنعه يحيا. ألعل مرضاتي تكون بموت المنافق؟ يقول السيد الرب: أليست بأن يتوب عن طريقه فيحيا؟ إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم وعمل مثل كل الأرجاس التي يعملها المنافق أفيحيا؟ بل جميع بره الذي صنعه لا يذكر، وبتعديه الذي تعدى وخطيئته التي أخطأ يموت. فتقولون: ليس طريق السيد بمستقيم. اسمعوا يا بيت إسرائيل، الطريق غير مستقيم؟ أليست طرقكم هي غير المستقيمة؟ إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه، فإنه بإثمه الذي صنعه يموت. وإذا تاب المنافق عن نفاقه الذي صنعه وأجر الحكم والعد، فإنه يحيي نفسه، إنه إذ قد رأى وتاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيى حياة ولا يموت. كلام الرب. سفر المزامير 129. إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت؟ من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع إلى صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت غير أن لديك الغفران لكي ما نخافك؟ إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت؟ ترقبت الرب إياه، ترقبت نفسي ورجوت كلامه. انتظار نفسي للرب أشد من انتظار الرقباء للصباح، أشد من انتظار الرقباء للصباح. هكذا فليكن انتظار إسرائيل للرب. إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت؟ إن عند الرب الرحمة ولديه كامل الفداء، وهو يفدي شعبه من جميع آثامهم. إذا كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب فمن يثبت؟ لك المجد والحمد أيها المسيح الرب، لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. يقول الرب: انبذوا عنكم جميع معاصيكم، واصنعوا لكم قلبا جديدا وروحا جديدا. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد. فلنصغي في ذلك الزمان، قال يسوع لتلاميذه:
إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل، فإن من يقتل يستوجب الحكم القضاء. أما أنا فأقول لكم إن من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا جاهل استوجب نار جهنم. فإذا كنت تقرب قربانك إلى المذبح وذكرت هناك أن لأخيك عليك شيئا، فدع قربانك هناك عند المذبح واذهب أولا فصالح أخاك، ثم عد فقرب قربانك أيضا. سارع إلى أرض خصمك ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي، فتلقى في السجن. الحق الحق أقول لك، لن تخرج منه حتى تؤدي آخر فلس حقا. المجد لك يا رب المجد لك. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. إخوتي الأحباء، خلينا مع بعض نتأمل بشيء بسيط من هالقراءات، لا سيما أمنا مريم العذراء. لما نحكي خاصة بزمن الصوم نسأل شو الروحانية أبونا اللي إحنا بحاجة نعيشها حتى فعلا نموت نتألم ونقوم مع السيد المسيح. ودائما بنسأل عن كل الرهبانيات الموجودة، عندنا روحانيات مار فرانسيس، عندنا روحانيات الكومبونيان، عندنا روحانيات مار شربل، عندنا روحانيات كثيرة متنوعة. إذا سألتكم شو روحانية يسوع المسيح؟ روحانية مريمية. ليش؟ لأنه مريم هي اللي ربت يسوع المسيح. مريم اللي هي زرعت فيه كل البذار الطيبة اللي أنتوا اليوم مفروض تزرعوها وين؟ في أبنائكم، في بيئتكم، في كنيستكم. اليوم الإنجيل عم بيحكي لنا عن التوبة، وإذا ما زاد برنا عن بر الكتب والفريسيين، ومن قال له يا أخو يا أحمق. كل هاي الأمور إذا منقيسها بمنظورنا البشري مستحيل نطبقها، ولكن باللحظة اللي إحنا منحط مريم أن تكون هي المعيار الحقيقي للحب والعطاء، ساعتنا كليتنا كأمهات وأخويات قادرين نعيش اللي بيحكي يسوع المسيح. لأنه مريم العذراء بتعلمنا كيف نحب الآخر. مريم العذراء بتحكي لنا زي ما حكت بعرس قانا الجليل، اصنعوا ما يفعله لكم. مريم العذراء عم تحكي لنا يسوع المسيح ما كان يرد الإساءة بالإساءة. مريم العذراء بتحكي لنا نتأمل مسبحتها بتاريخ الخلاص كليته. مريم العذراء بتقودنا للحياة الأبدية. وأباء الكنيسة كان يحكوا وين مريم وين يسوع، وين يسوع وين مريم. فاليوم إخوتي الأحباء كليتنا صورة لأمنا مريم العذراء، وبنأخذ مريم العذراء النموذج لكل واحد فينا، أم، أخت، صبية، حتى إحنا الكهنة، حتى إحنا مريم العذراء هي سلاح لكل واحد فينا، خاصة لما نصلي المسبحة الوردية. تعرفوا القديس بيو كان يحكي إذا منصلي مرة واحدة السلام عليك يا مريم بإيمان قوي جهنم ترتعد. اللي بيحمل المسبحة بجيبته المسبحة بتحميه، واللي بيصلي المسبحة المسبحة بتخلصه. المسبحة هي إحدى السلالم الذي يقود إلى السماء. ما بدي أطول كثير، بدي إياك تحطوا مريم العذراء دائما بين عيوننا، لأنه أكيد لما نشوف مريم راح نشوف يسوع. هي اللي ساعتها بتخلي معيار التوبة ومعيار المحبة ومعيار تعاملي مع الآخر ومعيار رؤيتي للآخر مش منظور بشري. لما نتعامل مع بعضنا البعض العين بالعين والسن بالسن، واللي ضرب أقوى واللي شخص واللي شخصيته ضعيفة يعتبر هذا فاشل، لا. إحنا اليوم مريم العذراء هي معيارنا الحقيقي بالمحبة والعطاء. مريم ما فتحت تمها ولا بكلمة، كانت ترافق يسوع،
تتألم مع يسوع، ولكن ما ننسى كمان تكللت بالمجد ملكة على السماوات والأرض. فإن شاء الله كلنا نكون أبناء حقيقيين وبنات حقيقيين لمريم العذراء اللي بتقودنا يسوع المسيح. فخلي المريم تكون دائما سلاحنا في بيتنا، في عملنا، في اجتماعنا، بكنيستنا، وهي المعيار الحقيقي إن للمحبة والعطاء. آمين. نوقف ونرفع طلباتنا. طالبين من أم العذراء أن تستقبل طلباتنا وترفعها لابنها يسوع المسيح، حتى نكون دائما تلاميذ حقيقيين وفق مشيئة الله تعالى. لنصلي من أجل الكنيسة التي بدأت زمن الصوم الأربعيني أن يكون زمنا مثمرا بأعمال التوبة والعودة إلى الله والقريب، وزمنا لتغيير القلب والتحضير لقيامة الرب المجيدة. إلى الرب نطلب استجب يا نصلي من أجل مرضانا ولأولئك الذين يعانون أشد العذابات في جسدهم أن يشركوا في هذا الزمن الأربعيني آلامهم الجسدية في آلام المسيح الذي مات على الصليب، لكي تكون هذه الآلام طريقاً لقيامتهم مع المسيح القائم. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل كنيستنا الكاثوليكية المقدسة، حبرنا الأعظم البابا فرانسيس والإكليروس والمؤمنين كافة، كي يسيروا مسيرة شعب واحد خلال مسيرة الصوم المقدس لنمو الكنيسة وشعب الله. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية وأن يزهر حقل الرب بدعوات شابة لبناء وخدمة شعب الله المقدس، ولكي يرسل الرب دعوات جديدة لأبرشيتنا وإلى العالم. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل أن يحل السلام في العالم وأن يبعد الرب عنا شبح الحروب والأمراض والنجاح، فيعيش العالم كله بسلام ومحبة واطمئنان. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل أحبائنا المتوفين لكي ينعم عليهم الرب برؤية وجهه في جوار القديسين وأن يمنح ذويهم الصبر والعزاء. إلى الرب نطلب استجب يا لنصلي من أجل كهنتنا ورهباتنا الذين قدموا حياتهم لخدمة الكنيسة والمؤمنين، نصلي لهم ومعهم ليعطيهم الرب النعمة اللازمة لإكمال بناء ملكوته. إلى الرب نطلب استجب يا لنصلي من أجل جميع المشردين والنازحين والذين لا مأوى لهم جراء الحروب، وأن يمنح الرب جميع القائمين على تقدم الشعوب وازدهارها القدرة على النهوض بمجتمعاتهم بكل محبة وسلام وعطاء. إلى الرب نطلب
استجب يا رب. نرفع صلاتنا من أجل السلام في العالم وما أحوجنا اليوم إلى السلام، ولكي نعرف أن السلام يبدأ بالقلب ثم في العائلة ثم في المجتمع ثم ينتقل إلى العالم. نرفع صلاتنا من أجل أهلنا في غزة بشكل خاص. إلى الرب نطلب استجب يا رب. كذلك اليوم المحبة موجودة من خلال تواجد كل أخويات، مش فقط أخويات اللاتين، كمان إخوتنا الكاثوليك. هذه كمان دلالة على المحبة وعلى الثمار الذي ترضي دائما وحدة الله ومحبة الله. إلى الرب نطلب استجب يا رب. خلينا بإيمان وثقة نرفع طلباتنا ونياتنا الخاصة. نسألك يا رب أن تقبل طلباتنا بشفاعة أمنا كلية القداسة بالمسيح ربنا. آمين. تفضل. اقبل تقديمتنا على الوراق. اقبل تقديمتنا، بارك جمعنا، نطلب رضاك من أعماق القلب. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا للسائر. القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يدي لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا بالخير الكنيسة المقدسة بأسره. نقدم لك أيها الرب الرؤوف هذه القرابين التي أبدعتها برحمتك القديرة لتتم بها مصالحتك ويجرى بها خلاصنا، فانظر إليها وتقبلها راضيا بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فإنك تهيب كل عام بالمؤمنين على الاستعداد للأعياد الفصحية فرحين بقلوب طهرتها الندامة والتوبة، فإذا مارسوا فروض التقوى وأعمال المحبة والرحمة وصاروا على وفق الأسرار المقدسة التي ولدتهم روحيا، بلغوا ملء الحياة أبناء الله الجديد. لذلك إن مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 الرب، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو
حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكاس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. بجسدك ودمك تعال واسكن في قلوبنا، تعال تعال تعال. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في مسكونة كلها، وبلغ كمال المحبة مع حبرنا العظيم البابا فرانسيس، وبطريركنا الكاردينال بيرباتيستا، وسائر الكليروس. اذكر اخواتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين الى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، واياك نسأل ايضا ان تسبغ مراحمك علينا اجمعين، وان يكون لنا نصيب في الحياة الابدية مع القديسة مريم البتول والدة الاله، ومع الرسل الاطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. علمينا يا مريم أن المحبة الحقيقية هي في أن نتبع السيد المسيح، فهو المقياس والمعيار لحياتنا اليومية. فلنرفع أيدينا وقلوبنا ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف منح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك، احفظنا من الخطيئة، نأمل كل اضطراب، نحن منتظرين الرجاء السعيد ومجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها رب يسوع المسيح، يا من قلت رسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل أوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام ربي دائما معكم ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا
هوذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى المدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن كل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. جسد ودم يسوع يحفظ نفوسا للحياة الأبدية. آمين. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يشلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي، فسرت بهديك في دربي وبضمأ المشتاق لمن هلك الصاف العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان شرف معنى حياتي. يروعني ثقب البحر وصوت قصيف الرعود، فأنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود. فيا مبدع الكون من يدري سواك بسر الوجود، فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. إلهي إن أدعو فمالي سواك مجيب ندائي، وحين أنوء بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت مناي وآمالي لديك وكل رجائي، فأنت ملاذي ومآلي، إليك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان شرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق، فسرت بهديك في دربي وبضمأ المشتاق
بالإيمان يشرف معنى حياتي. صلي معنا الآيات اللي على الورقة هاي موجودة معكم مع بعض. لقد آمنت بك يا رب أسني إيمانا وعليك اتكلت يا إلهي فزدني اتكالا، وإني أحبك يا رب فزد حبي اضطراما، وها إن نفسي نادمة على أقدامها فزدها نداما. أرشدني يا رب بحكمتك، اضبطني بعدلك، عزني برحمتك، استرني بقدرتك. إني أريد يا رب كل ما تريده وما دمت تريده ولأنك تريده، اجعلني يا رب حارا في صلاتي، قنوعا في مأكلي، أمينا في وظيفتي، ثابتا في مقاصدي. صيرني يا رب أنيسا في معاشرتي، مؤدبا في تصرفي، عفيفا في حديثي، مستقيما في سيرتي. فها أنا يا رب أقدم لك أفكاري وأقوالي وأفعالي، فاجعلني أفتكر فيك وأتكلم عنك وأشتغل لك وأتعب من أجلك. املأ يا رب قلبي من المحبة لك ومن البغض لي ولرذائلي، ومن الرحمة لقريبي، ومن الازدراء لكل شيء عالمي. اجعلني يا رب أنتصر على اللذة بالإماتة، وعلى البخل بالصدقة، وعلى الغضب بالوداعة، وعلى الفتور بالحرارة. صيرني يا رب رصينا في أموري، شجاعا في مخاطري، صبورا في شدائدي، متواضعا في نجاحي. أنر يا رب عقلي واضرم إرادتي، وطهر جسدي وقدس نفسي. عرفني يا رب ما أحقر الأرض وما أعظم السماء، ما أقصر الزمان وما أطول الأبدية. أنعم علي يا رب أن أستعد للموت، وأخاف من الدينونة، وأنجو من جهنم وأنال السماء، لأمجدك. آمين. جلوس. في ختام كل لقاء، وخاصة من هذا اللقاء اللي عملناه اليوم وختمنا بهذه الصلاة الرائعة جدا واللي جمعنا كلنا، أخويات الزرقاء وماركة ومعنا الهيئة هون طبعا ببركة الخوارنا كمان والرهبات اللي معنا، ما بدنا إلا نشكر ربنا على هذه النعمة اللي أعطانا إياها بهذا اليوم المبارك وهذه اللقاءات والمواضيع اللي كانت عميقة ومفيدة لحياتنا الروحية. وكمان بدنا نشكر اللي شاركوا بشكل مباشر في هذه المواضيع واللقاءات، وما في إن إلا هدية بسيطة نقدر نقدمها لإلهم اللي هي عبارة عن دروع عملت باسم القديسة حنة باسم هذه الكنيسة، بدنا نعطيها للي شاركوا، مشكورين كثير كثير بالمواضيع اللي أعطونا إياها بهذا اللقاء وبهذا اليوم المبارك. فأول إشي تتفضل دكتورة باسمة سمعان، تفضلي هون احنا كيف ليله كمان. هو عبارة عن درع مش مكتوب عليه تاريخ، الأستاذ وفاء نيابة عن مبادرة ينابيع الأمل بالأردن لأن الدكتورة الرائدة روحت. تفضلي أستاذ وفاء. خلاص هي هون قربت.
هذه المسيرة اللي عرفتنا يعطيكم العافية وشكرا كثير، وشكرا كمان بشكل خاص لأبونا إبراهيم والهيئة اللي إجوا شاركونا بشكل مباشر. هذا ما بيدل إلا على أنه هذا اللقاء هو جوهري وأساسي في مسيرة الأخويات بالمملكة وبشكل خاص لمسيرة الأخوية هون بالزرقاء والهاشمية وماركة أيضا. ما بعرف، أنا بعرف الأشياء اللي الأماكن اللي إحنا استخدمناها هي صغيرة بس جمعتنا كثيرة. احلى شيء قريبين على بعضنا البعض، قريبين على، شوف الكنيسه كيف جمعنا كلنا وتقربنا لبعضنا البعض. فما بعرف، كنت احكي مع سير سيسيليا بانه خلص نختار هذا المكان كلقاء سنوي للاخويات اللي بالزرقاء او المماركه طبعا ان شاء الله. صح ضيق بس بندبر امورنا جمعنا كلنا مع بعض. فان شاء الله الى لقاء السنوي القادم. يعطيكم العافية وشكرا لتعاونكم بكل جوانب هذا اللقاء. الله يعطيكم العافية. طيب أنا كمان باسم كل الهيئة بشكر أبونا هاني، سير سيسيل، أخوتي الكهنة وكل الرهبات وكل أخويات. فعلا لقاء محبة مع أمنا من العذراء مع ابنها يسوع المسيح. الله يديم المحبة دائما. لنصلي. أيها الإله القريب المجيب، أنعشنا بهذا الزاد المقدس فنطهر من رواسب الإنسان العتيق ونحظى بنصيب في سر الخلاص العظيم بالمسيح ربنا. الرب معكم. باركم الله القادع كل شيء بشفاعة العذراء باسم الآب والابن والروح القدس. اذهب بالسلام وفرح المسيح.